يعود الثامن من شهر جانفي وتعود معه ذكرى إضراب الثمانية أيام، تاريخ تحييه الجزائر اليوم بعد مرور 67 عاما كمحطة بارزة في مسار الثورة التحريرية. المشاركون في الندوة التاريخية المنظمة بالمناسبة أكدوا أن الإضراب أثبت التفاف الشعب حول ثورته. إن هذا الإضراب التاريخي الذي كان تجسيدا فعليا لمخرجات مؤتمر الصومام، والتي أكدت على ضرورة تفعيل الدعم الشعبي وتوظيفه لمساندة الثورة، قد شهد مساهمة فعالة للجزائريين في الداخل والخارج في رسالة واحدة للتأكيد تماسك الشعب الجزائري والتحامه مع قيادته الثورية، على أن الشعب يبقى الحاضنة الحقيقية لنجاح أي مشروع ثوري أو تحرري أو تنموي. إضراب ثمانية أيام كان له صدى داخليا وخارجيا، حيث ساهم في إسماع صوت الثورة التحريرية وتدويل القضية. إضراب ثمانية أيام يدخل في إطار نشر الثورة وإدماج جميع الفئات نتاع الشعب الجزائري باش يسفهوا نظرية فرنسا باللي القائمين بهذا الثورة غير مجموعة تاع فلاقة ولا تاع لصوص ولا يور لا لوا ولا. هذا الإضراب أعطى دفعة قوية للثورة الجزائرية وبأن تدرج في هيئة الأمم المتحدة يعني مباشرة بعد هذا الإضراب، ونسجل كذلك بأن القضية الجزائرية أصبحت في نقاش مجلس السنا الأمريكي، وهذا طبعا في جويليا من عام 1957. المناسبة كانت فرصة لتكريم بعض من المجاهدين وعدد من التجار من أبناء جيل الاستقلال بوسام التاجر الصدوق، كما تم إطلاق قافلة وطنية بالمناسبة ستجوب ربوع الوطن لمدة ثمانية أيام بهدف الحفاظ على الذاكرة وتواصل الأجيال. تمر الأيام ويبقى إضراب الثمانية أيام برهاناً على احتضان الشعب للثورة وتعبيراً عن اندماجه مع قادتها لنيل الحرية مهما كلف الثمن.